السؤال الذي يتبادر إلى الذهن حين رؤية يوسف في طابور المدرسة هو أنه كيف يستطيع ممارسة حياة دراسية طبيعية في هذه المدرسة العادية رغم إعاقته. في داخل الفصل تتكشف مواهب يوسف الذي ولد بعيب خلقي. الحصة الأولى في هذا اليوم هي امتحان شهري لمادة المواد الاجتماعية. راقبنا يوسف وكانت الصورة أبلغ من التعبير. كما اعتاد عليه مدرسوه فإن يوسف هو أول من ينتهي من الإجابة والأول في النتيجة أيضا. تشجيع انعكس عليه في حصة اللغة العربية حيث كان أكثر حماسة وإرادة وتميزا. يا فلسطين اطمئني، أنا والدار وأولادي قرابين خلاصك، نحن من أجلك نحيا ونموت. يوسف دائما يقول لنا بعبارات تخرج من عينيه بأنني لست أنا المعاق، بل هناك الكثير من المعاقين. في الفسحة بين الحصص الدراسية يبدو منطلقا مرحا وأكثر قربا إلى زملائه. أنا شعوري مبسوط جدا الحمد لله، هذا بفضل الله عز وجل، لأني موجود بين أصحابي وموجود في المدرسة وبنهل من العلم عشان يصير مستقبلي أكثر تطورا. يعيش يوسف أبو عميرة في مخيم الشاطئ للاجئين، تجده في كل موقف معتمدا على نفسه وأقل حاجة لمساعدة الآخرين. في المنزل بقدر ما تجد العائلة أن حالته ابتلاء لها فإنها تعتبرها نعمة ورحمة لها. والله إحنا متأقلمين لأنه هو نوارة البيت عنا أو الشمعة تاعت البيت. إنه أي واحد بيسمعني الله منعم عليه إنه يتبناني في علاج برا في الخارج عسبت إني أعمل عسبت إنهم يعملوا لي أطراف صناعية. وإلى أن تتحقق أمنيته يواصل يوسف حياته، لا يتوقف عند أي حد، يواظب على الصلاة وأيضا على قراءة القرآن حيث قطع شوطا في حفظ 10 أجزاء منه. والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يوسف. إذن لا أجد الكثير من الكلام للحديث في هذا المقام سوى أنها عظمة الخالق عز وجل يضع سره وقدرته في أضعف خلقه. تامر المسحال، الجزيرة، غزة، فلسطين.